نكملوا يا الجزائريين في سلسلة فضح خونة الجزائر من العرب بالطبع. شكون اللي راح يخون الجزائر من غير الدول العربية؟ إلا الدول العربية هي خائنة ومطبعة، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فبعد ما فضحنا عديد الدول العربية، جاء الوقت الآن على مصر. ما نتكلموش على ناس مصر، وإنما نتكلموا على الحكومة المصرية الخائنة. وعلى بالي بأنه كل الجزائريين راح يتقلقوا من واش راح يسمعوا. نعم راح تتقلقوا بالبزاف، ولكن راح تزيدوا تفتخروا أكثر وأكثر ببلادكم، وتعرفوا باللي بلادكم هي الوحيدة اللي عندها سيادة على نفسها. الشعب الجزائري الوحيد اللي عنده كلمة. قبل كل شيء الجزائريين، اهبطوا لتحت وخليوا لايك، خلي لايك خويا ما راك خاسر والو، خلي لايك تاعك لانه على بالي راح يتسنيال هذا الفيديو من قبل ولاد خيرانصة واللي يكرهوا الجزائر. وما تنساوش دايما في التعليقات افتخروا بانكم جزائريون. المهم، عمي تبون وصل رسالة في الايام السابقة، رسالة مهمة جدا. الى شكون؟ الى رئيس دولة مصر. مضمون هذه الرسالة: يا العرب، تنحوا جانبا، بعد عليا يا السيسي يا الخانز يا الفايح، بعد عليا، خليني انا ندبر راسي مع دولة فلسطين. قال له انا اللي راح نزودها بالنفط وانا اللي راح نزودها بالغاز، انت فقط مد لي كيما نقولوا تسخيرة باش نعقب هذا التيوة تاعي، نعقب الماتريال تاعي الى دولة فلسطين، وما عندك ما دخلك، كل التكاليف عليا انا اللي ندفع، عندي الدراهم. نروح ونشوف الفيديوهات هذو دوك تفهموا اكثر واكثر كيف كان رد السيسي. اللي بتتحدث والاعلام الجزائري يتحدث عن ضغوطات جزائرية عشان يقدروا يوفروا النفط لغزة، والسيسي بيماطل مش عايز يعدي تلك المساعدات الجزائرية لغزة. ماذا يحدث هناك؟ كما شفتوا السيسي كان رده المماطلة، بمعنى ما زال ما ردش، بمعنى ما حبش يرد ولا خاف من انه يرد. يا الخواف يا السيسي. شفتوا يا الجزائريين علاش دايما نقولكم باللي غير الجزائر اللي عندها كلمتها؟ لانه كل الدول العربية امام بنو صهيون ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش يديروا حتى حاجة والو. مجيد والله لا جاوب على الطلب الجزائري، لان مصر خايفة من مواجهة اسرائيل، ومع ذلك مقاتل الرئيس الجزائري على اقناع مصر بالعاقة والمشاريع الاقتصادية باش تدخل الجزائر لحدود اسرائيل، كضربة مباشرة للقواعد الاسرائيلية المغربية على الحدود الجزائرية. واش غيقنع خايب السمية مصر تفتح الحدود الاسرائيلية امام الجزائر؟ ما تنساوش الركاض فينا. خبر في ميكتو: صفتات الحكومة الجزائرية بريا المسؤولين كبار في مصر على قبل دعم وإسناد غزة. إسرائيل طلع لها الدم وغتخلص الجزائر عبر الموساد الإسرائيلي. فالنظام الجزائري تصر واقترح على السيسي يحل الحدود المصرية ويفتح المجال الجوي للجزائر، دوز مساعدات من البترول لأهالي قطاع غزة وعلى النفقة الجزائرية. وماشي زعما شي مساعدات قليلة، اللاسي محمد غيعطي القطاع غزة كامل من الفوق تلتا المازوتو ليسانس فابور كاع ما خداه الشعب الجزائري. اتحدى اي دولة عربية اخرى في هذا العالم الشاسع الواسع انه تدير وش دارته الجزائر، لكن العرب دائما يعرقلون، العرب دائما يقفوا في وجه الجزائر لانه خايفين، لانه جبناء خوانا ومطبعين وتيفرقوا على البراني. الهدف هنا ماشي انساني، شاد العكس مع اسرائيل لانها كتدعم المغرب عسكريا وسياسيا. ها منين جات الضربه؟ كما تشاهدون هنا هذا مغربي منتن هو اللي راهو يتكلم ويقول، يعني الكلام تاعو يعني الفارغ، قال لك بلي الجزائر ما راحش تعاون بنو صهيون بشكل انساني. راكم تشوفوا، يعني راكم تشوفوا التحليل تاع المراركه. قال لك لا المشكله تاع الجزائر انه بنو صهيون دارت قاعدة عسكرية وين؟ في الحدود تاع الجزائر. ثم دارت قاعدة عسكرية في الحدود تاع الجزائر في وسط المغرب. قال لك الجزائر راح ترد عليهم، يعني مش ترد عليهم في من وسط الجزائر، وإنما تروح حتى لمصر باش دير قاعدة ثم وباش ترد عليهم. هيا فهمونا، يعني فهمونا هذو الناس كيفاش يخمو، ما فهمتش أنا. هذا زعم السيد عنده صفحة كبيرة ويدير فيها تحليلاته ويدير فيها بزاف صوالح، بصح فهمونا برك كيفاش يخمم، هل هذا هو إنسان
يخدم براسه ما شكيتش، بكراعه ما شكيتش، ما عندوش مخ اصلا والله. المهم عبد الفتاح السيسي ما تحمسش الفكرة وكيدور في عينيه. زادت الجزائر انها غتكلف حتى بالنقل والتكاليف داخل الاراضي المصرية، ما غتخلص الحكومة المصرية تاوزة السيسي اوهو، بالعكس كيتهرب وما عطاش راس الخيط لتبون. وفهم راسك السيد ما باغيش بلا ما نتحاشمو، مصر ما بغاش تدخل جزائري في الملف الفلسطيني نهائيا. وحتى من ناحية اخرى السيسي مزبلها مع فلسطين، كاع الوعود مشاريع اقتصادية على الحدود ما كاينش، قال لهم غنبني لكم مدينة ترفيهية على حدود قطاع غزة والو، قال لهم غنبني لوزينات ونفتح معابر جداد والو، غتدخل المساعدات بشكل دائم ويتفك الحصار على قطاع غزة عاود تاني والو. لا تريد تمرير او الموافقة على الاقتراح الجزائر، فاللقطتين يجننوك يا اخي. لقطة غزة اللي بتعمل مسيرات تحت ضغط الحاجة وتحت ضغط البوابات، والسيسي اللي بيمنع عنها قبلة الحياة الجزائرية. وما بين طابور السيارات احتفالا ب 30 يونيو ومنع السيسي لبترول الجزائر، كان هذا المشهد العبقري واللي بيقول لك ان مفيش اي حاجة في تلك المنطقة كانت. كما شفتوا يا الجزائريين بكل بساطة جبت لكم فيديو ليبين الحكاية هذه تاع خيانة مصر. سمعتوا الحكاية من طرفين، من طرف واحد مصري رغم انه ما نتفاهموش معاه لكن نتكلم بشكل موضعي، تكلم بشكل حقاني، وواحد خانز فايح مغربي حتى هو مد رايو لكن رايو باين من الخيال تاعو، من نسج الخيال، مديرين ارواحهم هما كشغل محور هذه الكرة. الجزائر اي خرجة ديرها عندها علاقة ببنو صهيون وعندها علاقة بالمغرب وما على باليش. يا الجزائر يا الجزائر، كون شافات قدرت قاعدة عسكرية واحدة فقط في الحدود معاها، صدقني ما راح تسكت عليك وراح تهاجمك بشكل مباشر بالسلاح. انا نقولها لك من الاخر، نجيبها لك من الاخر، وما راحش ترد عليك عن طريق انها زعما تروح الى الحدود مع مصر وكذا. ديجا هي ما راحش تروح الى الحدود، وانما تخدم انبوب غاز انبوب تاع نفط وتبعثهم تبعثهم لفلسطين، ويا فلسطينيين يعيشوا بهذه الانابيب باطل، لانه الجزائر قادره على شقاه. فهمت يا الخانز المغربي؟ لانه رايك غلط وغلط بزاف، عاود صح ومليح، على بالي انتم عايشين بالاوهام، ما تقدروش تعيشوا نهار بلا ما تدخلوا الاوهام وتدخلوا الخرافات وتدخلوا الحكايات الفارغه، وبانه الجزائر حبت تقصفكم وبانه الجزائر هي اللي راهي مسبت لكم المجاعه. عايشين في احلام. علاش هذه الاحلام يا جزائريين؟ هذا هو السؤال المطروح، علاش راهم عايشين في هذه الاحلام؟ بكل بساطه لانه ميمي ستة حب يعيشهم في الاحلام. هذا ما كان شفتوا من صغرهم يقراوا في المدارس يتعلموا كره الجزائر، يتعلموا كره الجزائر بشكل كبير، كره الجزائر في الكتب المدرسية تحهم ونورمال عادي، يتعلموا كره الجزائر جامي تلقاها في أي دولة أخرى. هذه الحكاية هذه والله ما تلقاها في كاش دولة أخرى إلا في المغرب، تلقى كره الجزائر في الكتب المدرسية، يعلموهم باللي تندوف تابع عليهم رغم أنه في الحقيقة تندوف جزائرية، يعلموهم بانه موريتانيا وذيك الامور التابعين ليهم ثاني رغم انه موريتانيا دولة مستقلة بشعبها وبسكانها وبمساحتها الشاسعة. مرض وخلاص، اقسم بالله ناس مرض وخلاص. شوفوا سيادكم مش راهم يديروا، شوفوا سيادكم لو كان ما جاوش العرب خوانا، يا والله غير بنو صهيون ما يبقاو نهار، ما يبقاو نهار في وسط فلسطين. لكن الله غالب، الجزائر حتى لو كان تعول دير حرب مع بنو صهيون صدقوني العرب راح يهاجموا الجزائر، بمعنى انه يكون العالم كامل ضد الجزائر، العالم باكمله، يعني مانيش نتكلم نقولكم الى الدول العربية ولا الى الدول تاع الغرب وكذا، يا العالم باكمله راح يكون ضد الجزائر. بنو صهيون شرات الذمم، بنو صهيون دارت للناس نفوذ، دارت للمغرب مثلا نفوذ وين؟ في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باين مش الاتحاد الافريقي الكبير، لانه الاتحاد الافريقي تاع الدول والاخر
أي بين شكون اللي تتحكم فيه؟ شيكورتكم الجزائر. لكن في الأمورات هذه اللي يسوقوا بها الشعب وكذا راهم يتحكموا في زمام الأمور. نعم يتحكموا، وهذه اديوها من عندي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالطبع، مشري مشري تسيره بنو صهيون، ومدام المغرب طبعت مع يتلقون تسهيلات بشكل كبير. تسهيلات اصبروا اصبروا برك، مازال الوقت وراح نكشفوهم ونمرمدوهم وما نخليولهم والو، هذو الخوان العرب. فالتحية الجزائر دائما وابدا، الحمد لله اني خلقت جزائري، وانتم كامل على بالي راكم تحمدوا ربي بانكم جزائريون، ماكمش خوانا وجامي خنتوا، الحمد لله. وتحية بلادي وتحية بلادي وتحية بلادي. ما تنساوش كامل تخليوا لايكات للفيديو هذا لانه السينيال راهو هلكني. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.